ناس كثيرة بقول لي يا أخي أنت قاعد تبالغ في التقييمات، لكن الحمد لله المكان والخدمة والأجواء الرائعة دي يا جماعة. أنا بفكر أقلب شاعر، لما تدفع من جيبك أنت بتقدر تقيم من دون أي إحراج، زي في كمية لغوصة داخل الطبق ده ما طبيعية. ورجعت لكم مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الله يا جماعة، أنا في مكان بجد 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 ساحر، ونقدر نقول عليه الصراحة خرافي 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 خرافي. ما شاء الله تبارك الله يعني يا جماعة، أنا الآن قاعد في جلسة ملكية قدام المحيط، ما بحر يا جماعة، قدام المحيط يا جماعة. شايف قدامي كل الدنيا الجميلة دي والغيوم والسحاب، يعني صراحة هي الغيوم والسحاب مع واحد يا جماعة، صح والله صح. بس من الفرحة من الفرحة صراحة، يعني أنا مبسوط، أنا مبسوط الحقيقة حقيقة يا جماعة. المكان بجد بجد يستاهل. أنا حاجة واحدة بتعجبني في تايلاند يا جماعة، اللي هي شنو مصعب، اللي هي يا جماعة الخير إنه أنت تقدر تعيشوا عيشة الفقراء وعيشة الأغنياء. يعني المكان اللي بيمشوه الأغنياء تقدروا تمشوه، والمكان اللي بيمشوه الفقراء بتقدروا تمشوه، بعد كده أنت على كيفك طبعا. بس ما كله حاجة، ما كله حاجة يا جماعة الخير، ما صدقوا كلامي. كل حاجة أحكي لكم قصة بسيطة كده، قصصي قدرت معاكم صح ولا ما صح. أنا طبعا حجزت كان في بوت اسمه يونا بيتش، ده أول جزيرة عائمة في العالم، عبارة عن مركب كبير نقدر نقول على شكل جزيرة. حجزت وان داي باس، يا ريت لو ما حجزت استعجلت وحجزت هناك من السعودية فما حقول لكم سعر التذكرة كم. المهم قلت لما نجي هنا امشي. فالمهم قلت سألت صاحبتنا بانكيك، بانكيك قلت لي ليه حجزت، واي سو اكسبنسيف. اول حاجة لازم تمشي بنفسك، وبعد كده طبعا تختار الجلسات، وما عندك اكسس لكل الاماكن، وتقريبا قيمة الجلسات تبدأ من 10,000 باهت، اللي هي تقريبا ما يعادل فوق 1,200 ريال ده للجلسة. وطبعا الاكسس حقهم بانكلود اللي هو درينكس، لكن صراحة انا استخسرت الموضوع في يونا بيتش دي صراحة. امشي هناك عشان ادفع عشان اخذ لي بس عصير، وغير عن كده كمان يعني من دون مواصلات انا لازم ادفع حق المواصلات، فضحكوا علينا يعني ما قالوا كل التفاصيل زي ما قلت لكم. لكن برضو يعني انا المعجبني الان يا جماعة، الان ما شاء الله تبارك الله المطعم ده فخم، باين عليه كده مطعم VIP. المهم انا حاطط لكم اللوكيشن حق الاماكن كلها اللي زرتها اليوم باذن الله تعالى، ولو حتى حابين تنزلوا في الفندق ده ما شاء الله تبارك الله فخم زي ما انتم شايفين. صورت لكم من بدايه المدخل حق الفندق، وكمان صورت لكم اللوبي، هم نفس الموظفين الفندق بنزلوكم تحت على المطعم والكافيه حقهم. والحلو في الموضوع عندهم كل يوم في الاسبوع عندهم عرض، الليله يوم الثلاثاء عندهم اللي هو الباربيكيو نايت، تقريبا الشخص الواحد بيكلف 360 بات يعني ما يعادل 36 ريال. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم يا جماعه تتاكدوا انه الاكل حلال. الان طبعا دي يا جماعه طلباتنا. المهم اخذت من عندهم اللي هو التاي باد، باينابل تاي باد، الكاري حقهم التايلندي مع الدجاج مع الاناناس، واخذت من عندهم العصير اللي هو مانجو تانجو العصير حقهم، واخذت من عندهم ايس كريم. صراحه ضربت حاله كثير الليله فما قادر اخذ صراحه حاله ثاني. فالايس كريم تقريبا ب 100 بات اللي هو 10 ريال، والتاي باد حقهم بتقريبا 320 يعني نقول 28 ريال، والعصير حقهم ب 16 ريال. فكر اقلب شاعر اشعر لكم هسه يا جماعه مع الاجواء الخرافيه دي. ما قادر يا جماعه اوصف لكم كيف الجو خرافي، خصوصا بعد ما مطرت والهواء عليل. المشكله ما عندنا شعر، ما عندنا حاجه كده بتطير عشان تشوفوا الهواء كيف شديد، حتى لدرجه انه خطيت اللي هو البات حقه المايك عشان الصوت حق الهواء ما يزعجكم كده ويكون التسجيل واضح. بس صراحه يا جماعه انصح اي زول يجي تايند لازم يزور المطعم ده حقيقه، حتشكرونا عليه. يعني تقريبا اقدر اقول يعني اقل من 3 مونكي بنجمه. هو طبعا الفندق بالتقدير انه هو 5 نجوم، لكن انا صراحه بدي المطعم ده تقريبا تقييم 8 من 10، واستاهل التجربه والزياره. خلونا بس بعد كده يلا نبدا نقيم الاكل حقهم، نشوف طبعا التاي كاري من دون الصوص حقهم، طبعا الصوص حقهم حار، ما عندي شغله مع الحراره، نجرب بدون. طبعا يا جماعه في كميه لغوصه داخل الطبق ده ما طبيعيه، اللي هي عباره عن مكسرات، وحط لكم اناناس ودجاج. حقيقه صراحه الطبق حلو حلو حلو، حتى الزبيب قاتلني يعني، بحس ان انا زي باكل كده في الكبسه. ادي الطبق ده يا جماعه 7 من 10.
عشان ما بالغ في التقييم. ناس كثيره بيقولوا يا اخي انت قاعد تبالغ في التقييمات، لكن الحمد لله الحمد لله تعالى يعني انا مبسوط جدا جدا يعني بجد اي تقييم قاعد اديه وصراحه الناس قاعد تمشي تتبسط منه، فانا صراحه مبسوط من الحاجه دي. طالما انا مرضي الله ومرضي نفسي ومرضي الناس فده انا حاجه يعني معجبه. وحقيقه دائما لما تدفع من جيبك انت بتقدر تقيم من دون اي احراج، زي ما مثلا مطعم يجي يقدم لك حاجات مجانيه بيكون صراحه في بعض الاحراج، لكن لما انت تدفع الحاجه من جيبك بتقيم بكل صراحه وبدون اي مجامله. تانجو مانجو حقيقي يفوز، التانجو مانجو حقهم ولا المانجو تانجو حقهم، لا 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 ده عصير غريب 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 صراحة، غريب غريب طعمه غريب طعمه غريب. أتمنى بس إنه يكون حلال ما يكون ضحكوا علينا. نجرب بعد كده الأيس كريم طبعا نصه صح. بسم الله والله حتى الأيس كريم حقهم يا جماعة الكواليتي حقته ممتازة 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 جدا جدا صراحة. تقييم للأكل كامل كده أدي 8/10 ويستاهل المطعم التجربة والزيارة. طبعا يا جماعة تعالوا أقول لكم كلفتني الجولة دي كاملة تقريبا كل الطلعة دي نقول تكلفتنا 800 و500 نقول 1400 بات، يعني ما يعادل 140 ريال سعودي تقريبا يعني الثلاثة أماكن دي. يعني صراحة ولا أحلى ولا أروع، يعني 140 ريال دي هناك أنت ممكن يعني في مكان واحد تخلص. أنا صراحة لما كان آخر مرة قيمت مع ديال المطعم الهندي تقريبا كان الحساب قريب 500 ريال والأطباق كانت صغيرة صراحة، ودفعنا 500 ريال في مكان واحد. لكن هنا شوفوا ما شاء الله تبارك الله مشيت مكانين خلينا نقول 7-11 ده ما محسوب، وطلبت يعني طلبات والحمد لله يعني كانت الطلبات بالنسبة لي مشبعة ومرضية من ناحية الخدمة ومن ناحية اللي هي المناظر اللي أنت قاعد فيها مقابل المكان نفسه. يعني المكان نفسه حقيقة يستاهل المبلغ اللي أنت بتدفعه فيه. وما ننسى كمان يعني دور المملكة العربية السعودية بلدي الثانية في دعم الشعب السوداني، ودائما بيدعمونا دعمونا في محنتنا الأولى في كورونا والآن واقفين معانا في محنة الحرب. الله يديم الف عافية، يعني حتى كلمات شكرا ما بتكفي لملوك وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. وصراحة شعب المملكة العربية السعودية بيحبوا الشعب السوداني أكثر شعب محبوب في السعودية الشعب السوداني بعد الشعب السعودي، وما في واحد غلطني في الكلام ده. وأسأل أي سعودي بقول لك الكلام ده يا جماعة. وصراحة يعني نحن بنبادلكم الحب كمان، وشكرا لكم وتحية للشعب السعودي. كده تكون خلصت تغطيتنا لليوم، أتمنى أن التغطية تكون نالت إعجابكم، وأشوفكم في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.